أكد مشاهدينا الأعزاء وصلنا إلى ملخص هذا اليوم. الشوط الأول حذرة للسيد عبد الله بن راشد بن زقيب المري، 7 دقائق 42 ثانية، 6 أجزاء من الثانية، بينما شوطنا الثاني كانت صداع لعيد بن عبد الله بن عيد المنصوري ب 7 دقائق 37 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار إلى طيار الوثبة. بينما شوطنا الثالث الذي انطلق فيه السابح صاحب التوقيت الأفضل في هذا الصباح ليأتي محمد بن مبارك بن إريو المنصوري بهذا الفوز والانتصار من البداية، وأتى بالتوقيت الأفضل وبالفعل العصف الأبطان، 7 دقائق 30 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. بينما شوطنا الرابع الذي انطلق فيه مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام بهذا الأداء الجميل وبهذا التحدي الجميل، امتوه ياتي لحمد بن نافع الشدي المنصوري ليقدم هذا الأداء الكبير، امتوه أيضا بشعار الشدي ب 7 دقائق 39، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. خامس أشواط هذا اليوم الذي انطلق في بداية الجولة الثانية، فكانت الوثبة للسيد عبيد بن سالمي بن كردوس العامري مقدم هذا الأداء الكبير والتحدي المثير من خلال هذا الانطلاق. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، 7 دقائق 43 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما شوطنا السادس انطلقت فيه أيضا موج لتأتي في سادس أشواط هذا اليوم، ويأتي الشعار الاقتصادي ليقدم علي بن فري بن علي بن حمود الظاهري هذه الانطلاقة. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، في هذا الاندفاع الكبير والتحدي المثير، 7 دقائق 41 ثانية و 3 أجزاء من الثانية. بينما هنا شوطنا السابع، شوطنا السابع الذي انطلق فيه سراب لأحمد بن سالمي بن كردوس العامري مؤكدا هذا الاندفاع والنقطة الثانية في هذا الصباح من خلال هذا الانطلاق القوي ب 7 دقائق 44 ثانية، جزءا واحدا من الثانية. بينما ثامن أشواط هذا اليوم انطلق فيه الشامخ الذي قدم من مصانع الجنوب التراثية ليؤكد بأن شعار حمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري المتواجد في هذا الصباح الجميل والانطلاق المميز من خلال هذا الاندفاع. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تهانينا والناموس بدون أي أوامر تذكر، 7 دقائق 42 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. بينما شوطنا التاسع والخاص أيضا بالأبكار اللي قايا المحليات الأصايل انطلقت في العبية لتهدي أهالي المصانع الجنوب التراثية هذا الفوز والانتصار، فكانت أيضا العبية المملوكة لمحمد بن قشاط بن سعيد الشامسي لتهدي هذا الفوز والانتصار ب 7 دقائق 44 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. بينما شوطنا العاشر انطلقت في الحذرة هذه العبية صاحبة الشوط التاسع، بينما شوطنا العاشر الحذرة العيد بن عبد الله بن عيد المنصوري تأتي بهذا الانطلاق الكبير وبهذا التحدي المثير ليؤكد مختار بن أحمد بأنه متواجدا مع هذا الشعار من خلال الاندفاع الكبير ب 7 دقائق 39 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. شوطنا الحادي عشر تأتي فيه أيضا يأتي فيه مشهور لمروان بن فري بن علي بن حمود الظاهري، ظهر الشعار الاقتصادي مع سلطان العويسي مرة أخرى ليقدم هذا الشعار الكبير في تحديات الأصالة، وأيضا الشكر الكبير لسعادة فري بن غانم بن حمود الظاهري الدعم الرسمي لهذا الشعار مع مشهور، 7 دقائق 46 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. بينما شوطنا الثاني عشر انطلق فيه عالي لمحمد بن بخيت اليربوع المري، فأكد أيضا هنا محمد بن بخيت بن هديب المري فأكد شعار أيضا الزعيري هذا الفوز والانتصار، حيث قطع المسافة هذا هو عالي في 7 دقائق 46 ثانية و 7 أجزاء من الثانية. بينما شوطنا الثالث عشر انطلقت في وصال التي فازت في الشوط الثالث عشر استطاعت أن تأتي بهذا العرض الجميل والرائع من خلال هذه الانطلاقات، فكان محمد بن هديب اليربوع المري أيضا من قدم هذا الأداء الكبير مع وصال في شوطنا الثالث عشر، فاندفعت أيضا في الأمتار الأخيرة ليؤكد أيضا هنا شعار الزعيري بتواجد عالي ووصال في هذا الشوط ب 7 دقائق 43 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. بينما شوطنا الرابع عشر تأتي به الظبي لعبد الله بن سيف الخيالي مؤكد هذا التواجد الكبير والتحدي المثير
من خلال انطلاقة الشوط الرابع عشر. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، عبد الله بن سيف الخيالي هو من قدم هذا الاسم الكبير والتحدي المثير بسبع دقائق 44 ثانية 3 أجزاء من الثانية، بينما شوطنا الخامس عشر انطلق فيه شاهين ليؤكد هذا التواجد الكبير ويؤكد بأن أهالي الساد متواجدين من خلال ممثل الساد الدائم متعب بن حمد بن متعب العامري من يقدم هذه الانطلاقة بتسع دقائق 45 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس أيضا لمتعب بن حمد بن متعب العامري على هذا الفوز والانتصار. بينما شوطنا السادس عشر انطلقت فيه نشرة مؤكدة هذا التواجد الكبير والتحدي المثير لمايد بن حمد بن مطر المنصوري التي اندفعت من البداية وأكدت بأن هذا التواجد الكبير بقيادة سعيد بن حليس العويسي. هذا الفوز الجميل بسبع دقائق 38 ثانية و8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما شوط الختام وشوط الوداع يأتي مع منصورة، ومع من خلال انطلاقة منصورة في شوط الختام مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، هذه هي منصورة وهذه هي أيضا انطلاقة منصورة. سيف بن حميد بن عمي الشامسي هو من قدم منصورة بسبع دقائق 45 ثانية و7 أجزاء من الثانية ليهدي أهالي الزاخر هذا الفوز والانتصار. هكذا وصلنا إلى ختام الفترة الصباحية، نذكر بانطلاقة الفترة المسائية بمشيئة الله وتوفيقه، سوف تكون في تمام الساعة الثانية من ظهيرة هذا اليوم والخاصة بإذن أصحاب السمو والشيوخ. استودعكم الله وإلى الملتقى بإذن تعالى في الفترة المسائية. شكرا للمخرج، شكرا لمسعود الكثيري، شكرا لكل الزملاء الذين تواصلوا معي بالوصف والتعليق، شكرا ليوسف القاسم البلوشي محدثكم سالم بن علي الحبسي، وإلى الملتقى بإذن تعالى في تمام الساعة الثانية من ظهيرة هذا اليوم.